من أمام هذا الصرح الكبير برج التلفزيون أكثر من 42 سنة، وهذا البرج يقف شاهداً على بداية الإعلام السعودي، حيث الإرث والتاريخ والحضارة وأيضاً المواكبة لهذا التطور. اليوم العالمي للتلفزيون، إذ تحتفل هيئة الإذاعة والتلفزيون بهذا اليوم. احتفت هيئة الإذاعة والتلفزيون باليوم العالمي للتلفزيون، والذي يصادف 21 من نوفمبر لكل عام، وذلك تحت رعاية وتشريف معالي وزير الإعلام الأستاذ سلمان بن عبد العزيز الدوسري، والرئيس التنفيذي لهيئة الإذاعة والتلفزيون الأستاذ محمد بن فهد الحارثي، وكذلك بحضور الرئيس التنفيذي لشركة نيوم المهندس نظم النصر. ويأتي هذا الاحتفاء ليكرس عمق الاهتمام بمواكبة التطور الإعلامي الذي يشهده قطاع الإعلام بالمملكة العربية السعودية، والذي جاء امتداداً لإرث إعلامي كبير تجسد ما بين الماضي والحاضر، ليشهد على قوة ومتانة الإعلام السعودي على كل الأصعدة. نحرص دائماً أن نحتفل فيها كل عام لنقول شكراً، شكراً لكل من ساهم في بناء وتطوير هذا الكيان الإعلامي الضخم منذ عام 1965 حتى الآن. أجيال عاصرت وبنت وأنجزت، ونحن نستند نكمل المسيرة ونستند إلى هذا الإنجازات وهذه النجاحات السابقة. أستاذ إبراهيم، أهلا وسهلا فيك في استديو سي بي سي. اليوم العالمي للتلفزيون بالتزامن مع تخريج دفعات خلينا نقول مواهب سعودية وأدوات إعلامية قادمة في المنطقة، أبغى أخذ وجهة نظرك ورأيك في الموضوع. طبعا ما في شك أنه هيئة الإذاعة والتلفزيون يعني من أكثر من 56 سنة وهي يعني تصدح بهذا الصوت الوطني المؤثر، سواء على المستوى التلفزيوني أو حتى على المستوى الإذاعي. سعيدين اليوم أنه نحتفل أيضا بهذا اليوم، احتفلنا فيه العام الماضي، يمكن قابل يعني شافوه الجمهور بشكل كبير. السنة هذه عززنا هذا الموضوع. طبعا اليوم العالمي للتلفزيون 21 نوفمبر، احنا نستذكر فيه خلينا نقول كل الذكريات اللي مرت على التلفزيون، القامات الكبيره اللي مرت من اول يوم تم البث فيه بدون الوان الى اليوم اللي تم البث فيه بالوان الى نهايه المسيره الى يومنا الحالي. طبعا لو لاحظتم اليوم عرضنا افلام قاعد تستذكر هذه المسيره. فبالتزامن مع هذا اليوم قامت هيئة الإذاعة والتلفزيون بالشراكة مع نيوم بتخريج دفعة من المواهب الإعلامية التي من شأنها أن تساعد برفعة ونهضة الإعلام السعودي. وللدور الكبير الذي تقوم به هيئة الإذاعة والتلفزيون بالشراكة مع شركة نيوم لاكتشاف المواهب الإعلامية وتطويرها وصقلها لسوق العمل الإعلامي، فقد كرم الرئيس التنفيذي لهيئة الإذاعة والتلفزيون الأستاذ محمد بن فهد الحارثي والرئيس التنفيذي لشركة نيوم المهندس نظم النصر 35 متدربا أكملوا 360 ساعة تدريب على مدى 6 أسابيع في البرنامج التدريبي للمنتج والمقدم التلفزيوني. أستاذ إبراهيم، وأنت كنت بالقرب ومتابع للدورة بشكل كبير، كيف شفت المتدربين؟ كيف شفت المواهب؟ شيء نفخر فيه، شيء إحنا ننتظره أساسا كإعلام سعودي. ما في شك، أول شيء كان الاختيار الكاستنج للعمل للمشاركين في الدورة كان بعناية، غالبيتهم عندهم خبرات لا تقل عن 3 سنوات، وهذا ساعدنا بصقلهم أنه نعطيهم الدورة اللي هي نسميها أدفانس، تعرفوا على أمور كثيرة، يمكن حتى منهم اللي درس في الجامعة كانوا يقولون في هذه الدورة يعني نعتبرها أكثر من اللي درسناه في الجامعة وحاجات جديدة إحنا ما كنا نعرفها في الإعلام. المهم في هذه الدورة مخرجاتها واضحة، كل المتدربين اللي تخرجوا من هذه الدورة بدأوا يشاركون سواء في إعداد البرامج أو حتى سوف يكونون مقدمي البرامج أو مراسلين في القريب العاجل. صراحة هذه الشراكة هي مش جديدة، يعني مش الأولى. إحنا في أكاديمية نيوم للإعلام الرقمي لما بدأنا برامجنا اتجهنا إلى الهيئة في 2021 وأطلقنا مع الهيئة أول برامجنا التدريبية، وكانت منوعة، ما كانت متخصصة مثل هذه التجربة الثانية. فالشراكة هي أنا أسميهم شركاء النجاح من البداية،
الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون. الحمد لله كان فرصة جدا كبيرة وأخرجنا مخرجات كبيرة. إذا بدي أقول لك إنه اللي خرجناهم بهذا المشروع اليوم عم بتخانقوا عليهم التلفزيونات بدنا هذا بدنا هذا بدنا هذا. اللي بدي أقوله إنه هو المشروع الأول من نوعه في الشرق الأوسط إذا مو العالم كمان. فهد مبروك يا فهد. الله يبارك فيك. شكرا لنيوم، شكرا لهيئة الإذاعة والتلفزيون أتحت لهذه الفرصة. الحمد لله تخرجنا وتعلمنا منكم وإن شاء الله نعود إليكم نتعلم. صراحة دورة جدا مثرية، تعلمنا فيها كيف الظهور الإعلامي يكون، كيف إن إحنا نقدر نواجه في الإعلام ونقدر نتحدث ونقدر نرتجل، فصراحة كانت جدا دورة مثرية. الحمد لله على كل حال. 6 أسابيع كانت بالنسبة لي صراحة في بدايتها كنت أتوقع أنها تكون طويلة، لكن أول ما دخلنا أول أسبوع عدت الأيام بشكل سريع جدا، تعلمنا أشياء كثيرة جدا في هالدورة. شكرا لكم، شكرا نيوم، شكرا هيئة الإذاعة والتلفزيون على هالفرصة، وانتظرونا.